خليني اقول برضو لحضراتكم بعض الاخبار للنهارده من تدريب النادي الاهلي. رامي ربيعه بيؤدي تدريبات تاهيليه وجلسه في الجيم. يعني الحمد لله رامي ربيعه بيواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتاهيلي تمهيدا لعودته الى المشاركه في المران الجماعي وتجهيزه للمرحله المقبله. خد ربيعه جلسه في الجيم وقام بالجري حول الملعب ثم استكمل برنامجه تحت اشراف كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالنادي على هامش مران الفريق الذي انطلق عصر اليوم. اشتكى ربيعه من شد في العضله الخلفيه زي ما حضراتكم فاكرين في العضله الخلفيه في مباراه نادي اطلع بره جنوب السودان، والحمد لله حالته تحسنت بشكل كبير. رامي لن يكون متواجدا في مباراه الذهاب التي سيخوضها النادي الاهلي يوم السبت المقبل. النهارده الحقيقه كان ايضا في خبر يخص محمد الشناوي. محمد الشناوي بيغادر مران النادي الاهلي، وهو بيتمرن الحقيقه وقع على كتفه تعبه شويه، ولكن ان شاء الله بكره كمان هناكد لحضراتكم اكتر. محمد الشناوي سيكون متواجدا في مباراه الذهاب في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله النادي الاهلي سيسافر الى غينيا بعد ايام قليله. في اطار كلامنا عن محمد الشناوي، كابتن سيد عبد الحفيظ بينفي وجود اي عرض رسمي وصل بشكل رسمي للنادي لمحمد الشناوي. نفى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي وصول اي عروض رسميه لشراء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق. اضاف ايضا انه لم يتلقى اي عروض رسميه لاحتراف اي لاعب خلال الايام الماضيه. مين تاني بقى بيستكمل برنامجه التأهيلي؟ محمد محمود وسعد سمير ثنائي النادي الأهلي بيواصلوا تدريباتهم التأهيلية على هامش المباراة التجريبية تراي ماتش اللي أقيمت اليوم. النهارده كان في مباراة ما بين النادي الأهلي والنادي الأهلي، فريني فايلر قسم لاعبي النادي الأهلي إلى فرقتين، الفرقة الأولى أو الفرقة الصفراء مثلا بتلعب الفرقة الحمراء، وكانت مباراة قوية جدا جدا بناء على الناس طبعا اللي كانت قاعدة بتتفرج على التمرين، لان كانت كل وسائل الاعلام ممنوع ان هي تصور هذا التدريب. الثلاثي الاجنبي سيلحق ببعثه النادي الاهلي في غينيا، علي معلول والمالي اليو ديانج والمغربي وليد ازارو ان شاء الله سيكونوا متواجدين مع بعثه النادي الاهلي وسيلحقون بالبعثه في غينيا. كابتن سيد عبد الحفيظ ايضا بيكشف تفاصيل رحله غينيا الاستوائيه. اضاف الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ان رحله السفر الى غينيا الاستوائيه ستكون 11 ساعه ونص، تتخللها ساعتين ترانزيت في مطار اديس ابابا باثيوبيا، واوضح انه اطمأن على كافه الاجراءات الخاصه بالرحله من خلال الاتصالات المستمره مع السفاره المصريه في غينيا الاستوائيه. قال ايضا ان هو سيطير الى غينيا الاستوائيه برفقه كابتن سمير عدلي المدير الاداري قبل سفر البعثه ب 48 ساعه من اجل الاطمئنان على كافه الامور المتعلقه بفندق الاقامه وتامين البعثه وملاعب التدريب. طيب، لان لسه في لغط في هذا الموضوع، الاهلي بيرحب بتعديل توقيت مباراه كانو سبورت. رحب الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بتعديل مباراه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا لتقام في الساعه 5 بدلا من الساعه 3 عصرا بناء على طلب الفريق المنافس. قال كابتن سيد عبد الحفيظ انه تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤولي نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه والسفاره المصريه يفيد بطلب الفريق المنافس تعديل موعد المباراه المقرر لها يوم السبت المقبل من الساعه 3 الى الساعه 5. أوضح أيضا أن الكابتن سيد عبد الحفيظ أن لاعبو النادي الأهلي لديهم رغبة قوية في تقديم مباراة قوية في مواجهة بطل غينيا الاستوائية لتسهيل المهمة وتخطي هذا الدور. النهاردة أيضا في اليوم الكابتن حسين السيد غادر المران بسبب إصابة عضلية، جات له إصابة عضلية وبالتالي خرج من المران. طيب، الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم احنا ان شاء الله يوم السبت
هنكون متواجدين مع حضراتكم، وهنقول برضو المباراة هتبقى، هل تم تغيير ميعاد المباراة للساعة يا جماعة برضو؟ يعني يا ريت محمود تقولوا لي برضو إذا كان هل تم تغيير ميعاد المباراة رسميا ولا لا. يعني حتى الآن لم يتم تغيير موعد المباراة يوم السبت. المباراة حتى هذه اللحظة الساعة 3. كل اللي حصل ان بعض مسؤولي نادي كانو سبورت اتصلوا بالكابتن سيد عبد الحفيظ وطلبوا موافقته على ان تكون المباراة او تعديل ميعاد المباراة من الساعة 3 للساعة 5. كابتن سيد عبد الحفيظ بعد استشارة طبعا الجهاز الفني رحب ان تكون المباراة في تمام الساعة 5، ما عندناش احنا اي مشكلة سواء الساعة 3 او الساعة 5. طبعا الساعة 5 هتكون افضل لنا يعني من الساعة 3، وبالتالي هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الموضوع، ولكن رسميا وحتى الان لم يتم تعديل ميعاد المباراه. الميعاد الساعه 3 زي ما هو يوم السبت. لو رسميا الكلام ده طلع واتقال هنقوله لحضراتكم من خلال كل برامج اللي موجوده في قناه النادي الاهلي او في قناه الاهلي، هتعرفوا لو بكره الصبح تم هذا الموضوع بشكل رسمي. الاتحاد الافريقي يجب عليه ان هو يخاطب النادي الاهلي ويقول له ان الميعاد تغير من الساعه 3 للساعه 5. هل ده هيحصل ولا لا خلال اليومين القادمين؟ هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه في هذا الموضوع، ولكن حتى الان المباراه الساعه 3. حتى الان المباراه الساعه 3. طيب، هي دي كانت الاخبار اللي موجوده معانا النهارده في خصوص النادي الاهلي ولاعبوا النادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. كل اللي عايز اقوله لحضراتكم قبل بس ما اطلع فاصل، النادي الاهلي دايما كبير يا جماعه وهيفضل دايما كبير، عمره ما هيتغير. دايما كبير وهيفضل طول عمره كبير وعمره ما هيتغير. النادي الاهلي ما بيتهزش من اي شيء، ما بيتهزش من اي امر، ولكن بنحاول على قد ما نقدر ان احنا دائما ما نكون محتفظين بالروح الرياضيه او الروح الرياضيه اللي احنا متعودين منها دايما او اللي متعودين عليها دايما واللي اتعلمناها دايما من خلال النادي الاهلي وداخل النادي الاهلي. فما عندناش اي مشكله مع اي حد. كنا ان احنا نبقى زعلانين ان احنا ما بناخدش بطولات اكتر من اللي عندنا، هو ده الدافع، هو ده الطموح اللي احنا دايما عايشين بيه، هو ده الاصرار اللي احنا دايما عايزين نكسب بطولات، عايزين ناخد بطولات. بتكسب الدوري بيقول لك خلاص الدوري انتهى واتقفل عليه وبقى تاريخ، خلينا نخش في اللي جاي بعد كده. عندنا بقى في الموسم اللي جاي بطوله افريقيا ان شاء الله، لعبنا دور التمهيدي الاول، وبعد كده النهارده او يوم السبت القادم هستكون مباراه دور ال 32 او ذهاب دور ال 32، وبعد كده دور ال 32 في العوده، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد الى دور ال 16 ونشوف بقى ايه اللي هيحصل في دور ال 16.